لقد قامت قناة الشبيحة بجولة ميدانية أثناء الانتخابات الإدارية في مدينة تلبيسي، ونتعرف الآن على أمين الصندوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. احكي لنا كيف تمت الانتخابات مدينة تلبيسي بالنسبة للإدارة المحلية. والله نحن هون يعني بالمدرسة، مدرسة سليمان سويس، اجانا امر ان نفتح صندوق. فتحنا الصندوق ونحن لسه ما فتحنا، الساعة 7 صباحا اجى اقبال كثيف يعني من الناس، يعني بحريتهم وديمقراطيتهم. اهالي تلبيسي يعني كانت نسبة الحرية والديمقراطية ليش ما انتخبت لك عصا؟ يا سيدي شو بدي انتخب وهدونا دورنا يا سيدي؟ مين قتل لك دورنا؟ يا سيدي انتو الجيش كيف قتلنا؟ ومين قتل لك الشبيحة يا سيدي؟ شو سوى الجيش ذا؟ يا سيدي ما خلى خزان ماي ولا خلى لنا ماسوق، لا خلى لنا شيء اخر. ما بدك تنتخب ولا عصا؟ دخل عليك يا عصا ما تنتخب. دخل عليك يا عود. كم واحد صار خوسته بهذي؟ 15 خوسته؟ 15 لسه حدا ما انتخب؟ لا صاحبي يلا شيلوا الصندوق القصوا فيه كل انتخب. 15 عشرة ماتوا من أجل الصندوق. رجع الأصوات لشوف. إذا بتحكي لنا كيف بتتم عملية الفرز؟ والله عملية الفرز هي كلها، هي الانتخابات كلها دشغلة روتينية. نحن بيجينا أسماء الناجحين من قبل الانتخابات، بس هي شغلة روتينية يعني بنعملها نحن. الأسماء الناجحين بيجونا قبل الانتخابات. لك شو هذا؟ شو منتخبين العالم؟ هذا انتخاب منتخبين يا سيدي. لك شو مكتوب؟ شو مكتوب هني؟ تلبيسي تريد اعدام الوريث. الله يعد من يخلصني من هالعصابه. الله تبعد من واحد واحد. شو بنسوي سيدي؟ انه عناصركم ضمن الغرفه السريه ما بيعرفوا يقروا. هلا بتروحوا تخلصوا، ما بتخلوا حدا بالبيت، بتحرقوا يا سيدي، بتفرقوا محلات، بتسرقوا بدلات الماي، بتقطعوا الهواء عنهم، بتقطعوا الكهرباء، بتقطعوا التليفونات، بتقطعوا الهاتف، ما بتخلوا شيء. حاضر سيدي، حاضر، يلا.